الجزائر أو منتخب العرب في المونديال. كان رسمه البياني الأكثر متابعة حتى وإن تغيرت منحنياته بتغير المباريات. مباراة بلجيكا لم يستطع فيها محارب الصحراء استعمال أسلحتهم، بل أصيبت شباكهم بهدفين وخسارة كانت دافعا إيجابيا، فكان التحرر من ترسبات بلجيكا عنوانا للمباراة الثانية أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ولم تكن الأهداف الأربعة في شباكه إلا بداية العناوين التاريخية. إنه أول منتخب عربي وإفريقي يسجل رباعية في مباراة واحدة في المونديال، لكن النتيجة ما كانت لتستساغ حلاوتها إلا بعد مواجهة منتخب روسي تجمعت أمامه كل مفاتيح التاريخ الذي لم تفصل عن ملامسته إلا 90 دقيقة. وبعد نهايتها بالتعادل الإيجابي جسد المحاربون وعدهم وطفت عبارة وعقدنا العزم على أن تتأهل الجزائر. المنتخب الجزائري كان فاعلا مرفوعا بالتأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، وأراد نصب الفوز على الألمان مرة أخرى على منوال ما فعله منتخب 82، لكن الجملة لم تكتمل وبني الفعل المطلوب إلى المجهول والتأجيل المستقبلي بعدما حققت ألمانيا فوزا مرتجفا على الجزائر. لكن الفكرة العامة التي أوصلها محارب الصحراء للجميع أن الهزيمة يتغير مفهومها إذا كان الأداء بطوليا، وبعد ملامسة ألمانيا لكأس العالم كان تتويجها عزاء للمنتخب الجزائري بل قمة الثناء.